عسلامة. 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 لاباس الحمد لله. مرحبا بكم، مرحبا بشباب المهدية. خليك خليك. تحية لأهالي مهدية الكل. تحية لبرج الراس وولاد حومتي في الغربة وفي كل بلاصة في الغربة وفي الضيق، يدي تحية ولاد حومتي وولاد حومتكم قصي ماهوش ناسيكم. خلينا نتعرفوا عليكم ساعة الأولاد. باهي، قصي الحلواني من ولاية المهدية، تحديدا من برج الراس، أقوى حومة في تونس وأقوى بلاد وديما برج الراس وبرا. نحكيو عليها الحومة هذه، قل لي باش تتميز. باهي برج الراس تتميز بالبحر، تتميز بالبلاد العربي نتاعها، تتميز بحوتها الفريشك، تتميز بتراثها القديم، كل شيء كل شيء، فما فيهاش حاجة خايبة. عرفني يا ساعة انت بروحك. أحمد بيوض من ولاية المهدية، برج عريف، إتيديون. قلت لي تحب تحكي على الظلم. تعرضت للظلم؟ مش أنا تعرضت للظلم، أما أصحابي وأنا عايش معاهم سنين وكل شيء ريتهم تعرضوا لبرشا ظلم. مثلا مش نحكي على فادي بن سالم، شهر اسكالوب، ولد حومتي اسكالوب؟ شهر اسكالوب. إيه ياكل برشا ساندويتشات اسكالوب. والله الحقيقة دي معلومة ما نجمش نقولها، الواه نستحفظ بها، أما شهر اسكالوب. السيد هذا هو معناه تظلم. تظلم كيفاش؟ عاش قصة حب، عاش قصة حب، وعطيه كيما نقولوا احنا من وقت الكليكا، فهمت؟ في نهار من نهارات دخل القهوة، يلقى صاحبته قاعدة هو طفل، الجزوزة ضربها معناها كسرها ودغروا، فهمت؟ دغروا كاك بالغش نتاعو. طفل هذا صاحبكم؟ لا، سكالوب صاحبنا دغر طفل السيدة ده. من وقتها حكموا عليه 3 سنين وعدى عامين، طول ربي خلص وحله. هو قام يعني بالجريمة؟ مش مقام، مش أما اللعبة ملعوبة، فهمتني ولا؟ خاطر هو عم مريض، معناه مريض بالأعصاب، فهمت؟ مريض بالأعصاب هو، وكيما نقولوا احنا كلا ما لقاتش حتى حل صاحبته معاه، ولا الله أعلم عليها لطو مجهولة العملية، فهمت؟ والله أعلم. تيست ميديكال ما نجمش يخفف له في العقوبة؟ والله يا أمه الحقيقة حبيته يتعاقب، معناه فهمت؟ ما هزتلوش، لا هزتله حتى شيء، خليت قتله عملت بيديك تتعاقب. معناه أمه مش قاعدة تزور فيه؟ لا تزور فيها، ما قتلوا معناها كيما خلا كيما عملت تخلص هكا. وعندي واحد زاد ولد حومتي السيد محمد العرجو، اوه بجنبك تروفز اليوم بيبي. اليوم تروفز على موضوع بسيط معناتها. مين تروفز الساعة؟ تروفز يا خويا حاب يمشي لبرا الطليان بعد خوه غادي والوالده غادي وكل شيء غادي. حتى عنده خوه في ايطاليا بعد له كارت برجمون، هو تيديون يحب يعمل فاكونس. لاورا روفزتك؟ لاورا يعرفها لاورا. والله العظيم ما فهمتش اني معناها كل كا حاضرين على جيست موضوع بسيط، الا هو ما عندوش الاثبات، الا عنده فلوس باش يصرفهم غادي كا. انا هكا تو دي بلاد، معناها نورمال بلاد تدز معاك حتى ما عندكش فلوس هي تعطيك باش تطلع لبرا تخدم على الروح. عمالنا بالخارج اخي، يتسماو عمالنا بالخارج هذوك، شكون يهز في اقتصاد البلاد وشكون يهز في البلاد؟ صحيح ولا مش صحيح؟ هكا هو ما نحكيوش على سيلش في فرصه قادمه اخويا، نحكيوش على اولاد لحوم، كل واحد فاشي قاسي برا. احكي لي ترى في المهديه، خلينا نحكيو على المهديه. المهديه باه المهديه سيدي. اولاد لحوم في المهديه. اولاد لحوم، مش نحكي لك على اولاد حومتي مثلا. سيدي عندي ولد حومتي، فهمتني ولا؟ مروج، هو مروج هاك هو على غالب مروج، ما لقاش خدمه يروج. انا صبوا بيه كذا منه من غادي، ولا عنده سوابق ترويج، خرج من الحبس على روحه، ولا هداه ربي ولا يصلي يعرف ربي، فهمتني ولا؟ منظم طلع يسرح في البحر، ماك تعرف مهديه والبحر وكل شيء، فهمتني ولا؟ طلع يسرح في البحر، هبط من البحر يلقى عنده قضيه براكاج طفله صغيره. يا ولدي في كيفاش في كيفاش لفقوها له كاك سبحان ربي. ورا واحد تصاور قال له قول هذا، قال وذا السيد وين شد 3 شهور معناها 4 محامين، واحنا في الحومه نلمدوا في الفلوس وكذا باش ندفعوا محامين، في الاخر خرج. هذه حكايه بسيطه من برشا، نحكيوش على جانجو. اي تحكي من الغدوه والله عباد تعبه، والله عباد تعبه والله. الظاهر انكم اولاد الحومه في المهديه لحمه واحده. لحمه واحده بالطبيعه اخي، في كل بلاصه اخي، في حوم العاصمه ما مش لحمه واحده. ما احنا اولاد لحوم الكل كاي لحمه واحده، ما بعدنا نوقفوا ما بعدنا في الباي والخايب هذاك هو. انت قلت لي مروج وبركاج ودرا شنو، تعرف احنا كيفاش نغزروا المهديه؟ معناها المهديه بلاصه سياحيه، بلاصه محليها. انا مش محلاها، انت عمرك بلاصه راقيه. سمعت شو واحد شكون بركاج؟ انا ما قلتش بركاج. قلت لي هو تشد على بركاج. تشد على بركاج مضلوق.
انا كله هيك. انت هذا دليل على انه البيه والخايف في كل بلاصه بالطبيعه. ما اسال انت دور البلايص الكل هيك، اسال فماش صارت لك مشكله في المهديه، تعرضت معنا للبركاج ولا تعرضت للضرب ولا حاجه؟ احنا نفرحوا بالعباد في المهديه، فهمت؟ حلوه برشا المهديه معناها، سوى هي وعبيدها احسن ولايه في تونس. ما شنو المهديه اخويا؟ غرور هذا راه في البلدان، غرور اخويا، نحب بلادي. كل ولايه عندها مميزاتها وجمالها. انت منين؟ منا. شنو مميزات تونس؟ تونس العاصمة، الزنقة والباب بالحلقة. مميزات نتاعها الوحيدة اللي هي العاصمة. هذاك هو المميزات الوحيدة. احكي لي انت على مميزات المهدية. قلت لك هاد منين تحب، من الحوت، من البحر، من العباد، من التراث، منين تحب انت؟ بحوراتكم كيما بحورات قليبيا؟ قليبيا تسمى بحر قليبيا، قدام بحر مهدية، ايش فيك اخي؟ هذه الدنيا والمهدية برا. عندك كورة مشرفتنا الحمد لله في الهونت، فهمتني ولا؟ خسرنا بوان مع الترجي، سنة عام كامل، سنة توصل كل ما عملتهاش، هذه خسرت مع الترجي بوان، الحمد لله يا ربي، شرف هذاك، نخسر بوان مع الترجي شرف. هكا هو. يعني تستعرف انه الترجي اقوى جمعية في تونس؟ بيها، لا هذيك حد اللي نجم ينكرها، اللي هي الترجي اقوى جمعية في تونس. لا اللي طوالو بريكادروج. ايه في الهوند احنا نحكيو تو، في الهوند الترجي اقوى جمعيه في تونس الحقيقه. راك هو بين الاولاد قلنا باش نحكيو على الخطه اللي رسمتوها في حياتكم في المستقبل، وما مازلتوا تقراو دونك عندكم طموحات وكل. والله هي طموحاتنا نخرجوا من تونس، هذاك الطموحات كيما طموحات الشباب الكل كاء، اللي هو والوبجيكتيف تخرج من تونس. علاش؟ لا علاش، خاطر فماش مستقبل في البلاد هكا تشوف انت، معناها انت ترى الشباب تو كمل اقرا من بعد تو نشوفوا. ايه احنا لهين نكملوا نقرا وربي سهل، ربي سهل. شك متشائم. نقراو ماتوا، نقراو ماتوا، خليهم يقراو عليكم بعد. كيفاش؟ نقراو عليهم اللي ماتوا. قرينا ومن بعد. شيء القرايه الروح كراي قبل كل شيء. باهي. بعد كي لقيت فرصة باش تخرج ربي سهلك. هذاك موضوع آخر. مش لورا. لا ماناش نستحقوا لورا، شقف والروت. لورا. نخليو روحنا تحت رحمة لورا احنا، الروت وبرا. كاو شويش مازال فيها أكثر. عائلتكم مع أو ضد الهجرة ساعة؟ والله مع الهجرة الشرعية وضد الهجرة الغير الشرعية. طيب تعدى ساعة بعد اللي ولا لا؟ عندي حاجة حاب نقولها، عندي خويا الله يرحمه توفى، الله يرحمه وينعمه، عنده شهرين قو ميت تو فهم شيء، جيت تحب نعم؟ لا مش في حرق، خويا قاري متخرج مخاطب باش يخرج في جانفي، فهمت؟ خويا قاري ومتخرج كونتابيليتي وجو به، قو في قدام البحر ميت، حب جيت تاني، حب حق خويا يظهر.